بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا مع شرح الشابتر الثاني بلوك دياجرام ريدكشن تكنيك اند سيجنال فلو جرافس من مقرر التحكم الالي اوتوماتيك كنترول. وكما راينا في الامثله السابقه سنرى الان يعني another example 3. Simplify the block diagram shown in the following figure. عندي هذا الفيجر الإجمالي أو the global system. Then obtain the closed loop transfer function C over R. هنا أولا rearranging the block diagram. After this we can get the following. ماذا عندي هنا؟ عندي ال H2 feedback إلى هذا الصمغ. ثم ال H2 يتواصل مع البلوك H3 ويرجع إلى الصمة الأول. وهنا we can separate these two feedback. يعني يصبح ال H2 مسار لوحده ثم ال H2 H1 مسار ثاني أو feedback ثاني. وعندي ال H3 بطبيعة الحال يبقى كما هو. H3 يعني من الأوتبوت وصولا إلى هذا الصمة، لم نغيره. H3 وصولا إلى هذا الصمت. بعدها يعني عندي G2 وال H1 هذا مع بعض، يعني يعتبر feedback block. ممكن أسميه A. إيش تساوي ال A هذه؟ هي direct path G2 تقسيم 1 زايد G2 direct path مضروب في feedback H2. هذا البلوك A. وبعدها سنلاحظ أنه ال A مع الجيوان يعتبروا سيريز بلوك أو اثنين بلوك بالتتالي، واختصارهم هو بكل بساطة هو عملية ضرب، يعني جيوان مضروبة في الـ A كما هو مبين هنا. يعني هذا جيوان مضروبة في الـ A. يمكن أن نسمي هذا البلوك الثاني مثلا نسميها B، وبالتالي ألاحظ أنه يصبح عندي another block ما أقدر أسميه C مثلا. السي هذا هو بي فيدباك مع H3، يعني السي يساوي بي تقسيم 1 زائد بي مضروب في H3. يعني هذا البلوك، هذا البلوك سي. يعني إذا عوضنا البي بقيمتها والاي في الشريحة السابقة بقيمتها أتحصل على هذا البلوك. ممكن أسميه البلوك دي للاختصار فقط. طيب هنا eliminating the feedback path H3 هذه المرحلة الأولى، ثم eliminating the feedback H1 H2 لأنه عندي D و feedback loop H1 H3 يصبح كله في بلوك واحد. أقدر أسميه مثلا the block X. البلوك X هذا يساوي D تقسيم 1 زائد D مضروب في الفيدباك والذي هو H1 مضروب في الـ H2، وبالتالي يعني هذا كله هو البلوك X. هنا يعني أصبح النظام يعني أكثر بساطة. عندي input R of S و output C of S و transfer function واحدة فقط. Hence the closed loop transfer function can be given by C على R اللي هي يعني سميها transfer function، وهي يعني G1 G2 تقسيم هذا كله. هذا بالنسبة للإكزامبل 3. Thank you very much.